حاجة عمرة وجنب العريس، يعني عريس الفرحة أو عريس الصعود، ألف مبروك حاج محمد. الله يبارك فيك، والسلام واحترامي وتقديري للكابتن خليل أبو العلا حبيبنا وحبيب الرياضة في مصر. الحمد لله والشكر لله إن ربنا وفقنا واجتهدنا لاعبين وجهاز فني وإدارة وجمهور، كلنا وقفنا إيد واحدة، والحمد لله ما عدناش كتير في الدرجة الثالثة، وكانت بالنسبة لنا حزن شديد ازاي نادي عريق زي دمياط يبقى في الدرجه الثالثه، لكن ربنا سبحانه وتعالى نصرنا ووفقنا وطلعنا به ممتاز، وباذن الله في طريقنا الى الصعود الى الممتاز، وربنا يوفقنا باذن الله. حكي محمد، يعني صعود نادي دمياط اعطى احلام كبيره وعريضه لجمهور دمياط، توعد جماهير دمياط حكي محمد. اوعد جماهير دمياط بعد الانتهاء من اعمال القريه الاولمبيه اللي هنستلمها 30/7، ويعتبر اول قريه اولمبيه في وجه بحري هيفيد نادي دمياط، اوعدهم بالصعود باذن الله الى الممتاز. محمد، نادي دمياط السنه الجايه ان شاء الله عنده ملعب؟ عنده ملاعب، وعنده حمام سباحه، وعنده قريه اولمبيه، وعنده صاله مغطاه. شكرا للمهندس خالد عبد العزيز، شكرا لوكيل وزاره الانشاءات الاستاذ الدكتور عادل رضوان، شكرا لكل من وضع طوبه بالقريه الاولمبيه بنادي دمياط الرياضي.